بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، النهاردة معايا يوم معايا في الدرس النهاردة طريقة التأكيل اليدوي أو مكونات التأكيل اليدوي أو غر الفروخ. أنا بتكلم بالنسبة للكوكتيل والفيشر والروز وكل كل الطير. بس يا جماعة، أنا معايا عسل أسود أول حاجة في المكون. أنا حاجة بسكوت أهلاوي، بسكوت أهلاوي أو أي بسكوت سادة مش هتفرق، ده هو بيبقى شكل بالشكل ده. بسكوت سادة تمام. ومعايا بيديكال، بيديكال ده أطفال أهو يا جماعة، مكمل غذائي، ده مكمل غذائي فيه فيتامينات يام. مكمل غذائي أهو يا جماعة، لو حد حابب يصوره أهو، ده بيتباع في أي صيدلية، تمنه تقريبا 4.5 تقريبا، 4.5 جنيه تقريبا، 6 جنيه، تمنه 6 جنيه. ومعايا وأخيرا وآخر حاجة، معايا سدراك قمح، سدراك قمح، سدراك قمح، قمح، ركزوا يا جماعة، سدراك قمح، ده بيتباع في أي صيدلية، تمام، سدراك قمح. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هنحتاجها طبق وشوية مية. أول حاجة هنعمل إيه يا جماعة؟ البسكوت ده هناخد قطعتين منه، هنحاول إيه نهرسه كده زي ما انتوا شايفين يا جماعة، نهرسه ببعضه خالص، نهرسه خالص، خليه زي البودرة كده تمام. واحدة كمان، عايز تحط 3 بمزاجك، عايز تحط 4 بمزاجك، على حسب كمية الفروخ اللي عندك تمام يا جماعة. ادي كده ليه كده ليه البسكوت، البسكوت الاهلاوي تمام. هبقى ايه مسخن ميه، محتاج ميه سخنة، شوية ميه سخنين. بس يا جماعة المية السخنة بتطلع بخار ازاي؟ وفارهم في بعض، شوية عسل أسود. هتقولي الكمية دي مش هتفرق، أي كمية أنت هتحتاجها، أي كمية أنت هتحطها مش هتفرق، العسل الأسود مفيد جدا جدا تمام؟ البديكات بقى يا جماعة، اهو يا جماعة رجو، اهو بديكات اللي هو ده، اهو بالنهر العربي، اهو يا جماعة هترجو كويس، وخد غطا، ده مكمل غذائي للأطفال، خد غطا. الطريقة ده يا جماعة الحمد لله ماشي عليها بقالي سنة تقريبا، سنة، أحلى نتيجة وأحلى أحلى حاجة من الفلوس. كده ناقص حاجة، آخر حاجة، آخر حاجة وأخيرا سدراك. حط السدراك وتقلب ولا عايزينها ماسكة أوي ولا سايلة أوي، احنا عايزين الطريقة تكون في المتوسط، اللي انت ايه تعرف تسحب بالإبرة وتعرف تأكل. بالنسبة للإبرة بقى، أي إبرة، أي إبرة تخطر على بالك، يعني اي ابره، بص يا جماعه اي ابره، بص دي ابره عاديه خالص 10 سنتي اهي يا جماعه، وده خرطوم بتاع حوض سمك، خرطوم بتاع حوض سمك بتاع فلتر، خرطوم بتاع فلتر اكيد يعني كلكم عارفينه، خرطوم بتاع فلتر حوض سمك، وادي الابره، الابره دي بتشيل 10 سنتي، يعني انت تملاها وشوف على حجم على حجم الفرخ او الزغلول اللي قدامك واديله. يا جماعة لو حد مش فاهم حاجة يقول لي، أنا فسرت بالراحة، نقول تاني، سدراك قمح تمام، ده رقم واحد، سدراك قمح، وبديكال، بديكال مكمل أطفال، عسل نحل أسود، عسل أسود تمام، زائد بسكوت أهلاوي. يا جماعة دي المكونات اللي أنا بشتغل عليها. في ناس بقى بتحط حاجات تانية واللي يقول لك الحكاية والرواية، والله يا جماعة دي المكونات اللي أنا بشتغل بيها أهي يا جماعة، المكونات اللي أنا بشتغل بيها والله بدون كذب وبدون أي حاجة، وادي الإبرة اللي بشتغل بيها، والله هي دي المكونات اللي أنا بشتغل بيها. وطبعا أنت إيه، بص يا جماعة، اللي بعد ما تستخدم بعد ما تستخدم اللي اتبقوا منك، اللي اتبقوا منك الشوية اللي اتبقوا منك هتجي حاططهم في التلاجة زي ما هما كده، وعشان تشغلهم تاني هتجيب شوية ماء سخنين، شوية ماء سخنين، وتجاي ايه
مزود ومدفيهم وتجي مأكل الفروخ. وإن شاء الله إن شاء الله هعمل لكم درس عن تمسك إزاي الفرخ وتعرف تأكله. سهل جدا ترى، سهلة، أسهل من ما تتخيل، أسهل من ما يمكن. بس أحب أضيف على الخلطة دي شوية حاجات يا جماعة، أنا كنت بعملها بس بطلتها عشان إيه، تاخد وقت ومتعبة. تجيب شوية رز أبيض، اطحنهم في الكبة عندك شوية صغيرين قد كده، تمام، وشوية ذرة تشيش بتاع الفراخ، اطحنه جامد، تمام، وضيفهم معاه زائد، ده بمزاجك، ده اختياري مش اجباري، اللي انا بقوله ده اختياري. زائد تجيب كوسايه مع بطاطايه، تمام، كوسايه مع بطاطايه وجزرية، اسلقهم كويس في على النار، بعد كده جايبهم في اهرسهم او اضربهم في الخلاط، وخلوهم في علبه زجاج في الثلاجه، يعني برطمان زي ده بس يكون ازاز، حطهم في التلاجة، تحفظهم في التلاجة، تاخد منهم معلقتين وتزودهم على الخلطة دي وتقلبهم. بس أنا شغال دي يا جماعة، دي من عمر يوم لحد تقريبا عمر قول شهر أنا بشتغل بدي. بعد كده لما الفرد بعد بيوصل في الشهر ده بياكل منها مش محتاج تاني أساسا، فاتهم على شهر ونص. وطبعا ده أنا زائد دي بتبقى مع الأهالي، يعني مش بيبقوا لوحدهم، لازم الأهالي تأكل معاهم. ولو حد مش فاهم حاجة يا جماعة يا ريت يراسلني تاني، يا ريت يراسلني او اكتب لي في التعليق. وبالله عليكم ما تنساش تعملوا ايه، اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.